حصد مجلس النواب جائزة المركز الثاني عن فئة مباني المؤسسات الرسمية في مسابقة محافظة العاصمة لأجمل تزيين للمباني الحكومية والمباني الخاصة بمناسبة العيد الوطني المجيد اليوبيل الذهبي في نسختها 11 لعام 2021. وخلال حفل تكريم أقامته محافظة العاصمة تسلم جائزة المركز الثاني سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات في مجلس النواب، حيث أشاد خلالها بالجهود التي بذلتها كافة إدارات الأمانة العامة لمجلس النواب والتي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث تأتي هذه المسابقة لإتاحة الفرصة للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالمحافظة للمشاركة في الاحتفالات الوطنية، وذلك لتعزيز قيم المواطنة لدى كافة فئات المجتمع. وللمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات. أهلا بك معنا في التاسعة. يعني بداية نبارك لكم تحقيق هذا الإنجاز، ومجلس النواب يسعى دائما لنشر الرؤية الحضارية المميزة لمملكة البحرين، فماذا تمثل لكم هذه الجائزة؟ الله يبارك فيكم، مساكم الله بالخير، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في المشاركة معاكم في هذه المناسبة. طبعا يعني اليوم أنا كنت سعيد جدا أني أنا يعني استلمت الجائزة نيابة عن المجلس. نعم. هذه طبعا يعني جائزة تمثل فخر لنا في مجلس النواب، نحن شاركنا في تزيين مباني العاصمة، ويعني وأنا بهذه المناسبة صراحة ودي أشكر محافظة العاصمة على جهودهم، لان يعني اللي صار المسابقه في عيد الجلوس الجلاله الملك مفدى واحتفالات العيد الوطني، يعني هذه تشارك يعني في ابراز الوجه الحضاري لمحافظه العاصمه ولمملكتنا الغاليه بشكل عام، يعني تعزز روح المشاركه والتعاون، يعني حتى ابراز معالم التطور في البلد. نعم، يعني دكتور حصولكم على المركز الثاني في قطاع المباني بهذه المناسبة الوطنية هي بالتأكيد موقع فخر واعتزاز للمجلس، فما الجهود التي بذلت للحصول على هذا المركز؟ فعلا يعني هذه يعني فخر واعتزاز لنا في المجلس في المشاركة أولا في المسابقة، والحمد لله بحصولنا على المركز الثاني. نعم. وهذه طبعا جهود مشتركه للامانه، يعني بتوجيه من معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زينه رئيسه مجلس النواب، وباشراف مباشر من سعاده الامين العام ايضا، يعني جهود مشتركه من جميع الادارات في الامانه العامه لمجلس النواب. الكل بذل صراحه لما يعني خبرونا ان في مسابقه وراح نشارك فيها، فيعني حاسين بروح تحدي وشيء يطلع يعني اسم مجلس النواب ويبرزه، فيعني كلنا فخرنا بهذه المشاركه، واليوم الجميع كان يعني فخور بالحصول على هذه الجائزه. نعم، نبارك لكم مرة أخرى بهذا الإنجاز الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، شكرا جزيلا لك.